هكذا أثار مكتشف فيتامين سي غضب هتلر. أثناء الحرب العالمية الثانية ذهب العالم المجري جورج زينت إلى اسطنبول بحجة البحث العلمي، وهناك فعل ما اعتبره النازيون وهتلر تجاوزاً للخطوط الحمراء. فما الذي حدث؟ دعونا نتحدث في البداية عن أهمية اكتشاف جورجي لفيتامين سي ودوره في مكافحة مرض الإسقربوط الذي تسبب في وفاة نحو مليوني بحار لقرون عدة، وبقيت أسبابه مجهولة إلى أن تمكن الطبيب المجري من ربط طبيعة المرض بنقص فيتامين سي الذي اكتشفه بنفسه وأصبح علاجاً مهماً لطاعون البحارة. لم يكن جورج زين طبيباً وعالماً فحسب، بل كان أيضاً وجهاً بارزاً في المقاومة المجرية التي عملت بالخفاء ضد النازيين. ولكن لماذا أمر هتلر شخصياً باعتقاله؟ في عام 1914 كان جورج طالباً يدرس الطب بجامعة في بودابست ويجري أبحاثه في مختبر للتشريح حين اندلعت الحرب العالمية الأولى، وعمل طبيباً في الجيش مخاطراً بحياته لإنقاذ الجرحى، حتى إنه حصل على الميدالية الفضية للشجاعة. وبحلول عام 1916 أصيب جورج بخيبة الأمل من الحرب، فقرر الانسحاب. وخطرت بباله حيلة غريبة وموجعة في آن معا، حيث قام بإطلاق النار على ذراعه ملقيا اللوم على نيران العدو، وكان له ما أراد بالعودة إلى المنزل. تخرج جورج من كلية الطب عام 1917، كما حصل على شهادة الدكتوراه بعدها بسنوات. وبعد أن تمكن من عزل مادة تعرف اليوم بحمض الأسكوربيك أو فيتامين سي، أثبت جورج في عام 1930 ضرورته لمكافحة مرض الإسقربوط. وبحلول عام 1937 حصل على جائزة نوبل في الطب عن اكتشافاته الكثيرة. حين اندلعت الحرب العالمية الثانية كان دور جورج فيها نشيطاً هذه المرة، فساعد رفاقه اليهود على مغادرة المجر هرباً من الاضطهاد النازي، وشارك في المقاومة المجرية بموافقة رئيس الوزراء ميكلوس كالي آنذاك، الذي اختاره في عام 1944 لمهمة التفاوض مع البريطانيين في اسطنبول على انسحاب المجر من الحرب ورفضها سياسة هتلر، الذي ما أن علم بالأمر حتى أمر شخصياً بالعثور عليه من تحت الأرض واعتقاله بتهمة الخيانة. لكن جورج تمكن من الهروب والاختباء حتى نهاية الحرب، وبحلول ذلك الوقت أصبحت المجر تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي، فغادرها جورج في عام 1947 إلى الولايات المتحدة، حيث أمضى بقية حياته لمواصلة أبحاثه مع زيارة وطنه باستمرار، إلى أن توفي في خريف عام 1986 عن عمر يناهز 93 عاماً.